السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. I'll read from here. When you finish a verse, Vama Hada, you have to take your breath and then read the next one. Ya Bani, standing Zabar, 1 second of stretching of Ya. Ya Bani, like that. There is no qalqala on scene, not is, it is is. Ya Bani Israel. No. Wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa wa inni laghafur غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Now you read. غضبي غين غضبي
Next. لدار الله. No. وأظلهم السامري because يا has a تشديد it the sound should be like this وأظلهم السامري no سامري come on سامري ra will be connected with ya because of the تشديد وَأَظَلَّهُمُ السَّامِرِيجِ yeah. فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري from it is idgham ay yahill read it in nose أوزارم علي مدى بليز No. Don't do that. Don't connect kaf with lam. Why are you ignoring Hamza here? فَكَذَلِكَ الْقَسَّابِرِيج فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به
وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. All right, you read from here, please. All right. Sadaqallahul Azim.